أكد مراد زمان المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عدم صحة فكرة مسح الديون وما هي إلا إشاعات. أما فيما يتعلق بالشباب المتابع قضائيا فقد حصروا في الذين حولوا أموالهم ولم يقوموا بأي مشروع. مسح الديون يعني أنا هذه الفكرة هذه دائما يقولوا بلي هذا في هذا الظرف الحالي هذا أمر غير أخلاقي. يعني رانا غادي يعني كل ما بنيناه من زرع ثقافة الاتكال على النفس الموقع غادي نحطموه فكرة كيما هذه. ولاحظنا يعني للأسف يعني غير تخرج يعني إشاعات بمسح الديون شفنا لو طو دو ريكوفرمون عندنا ينقص. هذو اللي عندهم مشاكل خاصة عندهم مشاكل مع القضاء هما الناس اللي حولوا الأموال ولم ينجزوا مشاريعهم. هذو سرقوا، هذو يعني الدولة دات فيك ثقة، يعني عطاتك قرض وعطاتك تسهيلات مالية وامتيازات جبائية وشبه جبائية، وانت رحت حولت الأموال يعني